وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل بان يسلفه الف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها الف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان اسلفه فاذا بالخشبه فاخذها لاهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال